السلام عليكم تلاميذنا الأولى متوسط نبدأ اليوم على بركة الله الدرس الأول في الرياضيات اللي هو الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية والأعداد الطبيعية نقدر نقراوه كما راني كاتبة في المثال مثلا 253 3 هي الوحدات و5 هي تمثل عدد العشرات و2 تمثل رقم المئات نقراوه بالحروف 253 3 هو رقم الآحاد 5 هو رقم العشرات و2 هو رقم المئات يعني من أبسط ما يكون الأعداد العشرية العدد العشري هو عدد يحتوي على فاصلة ويتكون من جزء عشري وجزء صحيح والفاصلة تفصل بينهما الجزء الصحيح يجي على جهة اليسار والجزء العشري على جهة اليمين مثال 35.146 35 هو الجزء الصحيح والمئة وستة وأربعون هو الجزء العشري نكتبه في الجدول عدنا الجزء العشري والجزء الصحيح تفصل بيناتهم الفاصلة 35.146 35 هي الوحدات والثلاثة هي العشرات الفاصلة العدد اللي يجي دائما أمام الفاصلة هو جزء من عشرة واللي بعده يجي هو جزء من 100 واللي بعده جزء من 1000 يعني 1 هو جزء من 10 4 هي جزء من 100 و6 هي جزء من 1000 مثال آخر عندنا 173.146 273 هي الجزء الصحيح و 146 هي الجزء العشري نكتب في الجدول دائما نروح للجدول 273.146 3 هي تمثل رقم الوحدات و7 هي رقم العشرات و2 هي رقم المئات فاصلة 146 1 هو جزء من 10 4 هو جزء من 100 و6 هي جزء من 1000 بعد كل حاجة من الشرح واضح بالتعمالي إن شاء الله متعودوا على هذا الدروس لكم قريتهم في سنة خامسة يجدوا تتوسعوا فيهم إن شاء الله سنة أولى متوسط أولا ثانيا هو تفكيك العدد العشري مثال عدنا 35.146 5 هي قلنا الوحدات و3 هي عشرات يعني 3 في 10 زائد 5 في 1 هذا الجزء الصحيح فاصلة 146 1 نضربه في 0.1 هذه 0.1 يمثل لنا جزء من 10 يعني 1 على 10 4 زائد 4 في هذه 4 هي جزء من 100 يعني نضربها في 0.01 لتمثل 1 على 100 زائد 6 هي جزء من 1000 هي معناتها 6 في 0.01 معناتها 1 على 100000 هي جزء من 1000 مثال عدد آخر 273.551 كذلك تفكيك نموذجي كما المثال السابق 2 هنا تمثل رقم المئات يعني 2 في 100 هذا الجزء صحيح زائد 70 معناتها 7 في 10 زائد 3 هذا الجزء الصحيح نروح الآن للجزء العشري اللي هو 451 4 تمثل جزء من 10 يعني 4 في 0.1 5 تمثل جزء في 100 يعني 5 في 0.01 زائد هذا الآخر زائد 1 اللي هو 1 من جزء من 1000 يعني 1 في 0.01 المهم نعمل مفهوم إن شاء الله على كل حال ربي يوفق الجميع
الكتاب القصري الآن عدنا قصر مكتبوه على الشكل عدد عشري. مثال 250 على 100 كم يساوي؟ عدنا لهنا 100 هي فيها صفرين، معناتها هذا العدد 250 نحيو رقمين ونديرو فاصلة يعني تساوي 2.50. القصر هو عبارة عن عملية قسمة، كأننا أجرينا عملية قسمة. مثال آخر 1383 على 1000 كم يساوي؟ لأن 1000 عندها 3 أصفار، يعني نبدلناو بثلاث أرقام نديرو فاصلة 1 2 3، النتيجة هي 1.83. عدد آخر 34 على 10، 10 فيها 0 1 يعني نبدلناه برقم 1 تساوي 3.4، كأننا أجرينا عملية قسمة. الكسر عبارة عن عملية قسمة. عدد آخر 13 على 10 كم يساوي؟ تساوي 1.3. 182 على 100 كم يساوي؟ 1.82. دائما ننظر إلى المئة، فيها صفرين الفاصلة تأتي بعد رقمين. الجزء العشري 19 على 100 تساوي 0.19، يعني لهنا 19 رقمين ندير الفاصلة ونضيف الصفر، هو الجزء الصحيح 0.19. الآن جمع الأعداد العشرية هي حاجة بسيطة على كل حال، لازم هي التنظيم يلعب دور كبير في هذه العملية. الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، والفاصلة تحت الفاصلة، جزء من عشرة تحت جزء من عشرة، الجزء من مئة تحت جزء من مئة، وإذا كان جزء من ألف تحت جزء من ألف. نجري العملية عادي ثم نضع الفاصلة. هذا وش هو عملية الجمع. ندير مثال آخر، مثلا 100.9 زائد 13.3، هنا 9 زائد 3 12، نضع الاثنان ونحتفظ بالواحد. 1 زائد 3 4، 0 زائد 1 1، 1 زائد 1 1، النتيجة هي 114.2، الفاصلة تبقى تحت الفاصلة. هذا مش في درس الأعداد العشرية على كل حال، إن شاء الله يكون شرحي مفهوم. ربي يوفقكم إن شاء الله، وإلى اللقاء في الحصة المقبلة.